قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه هذا اليوم بزيارة إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين. ولدى وصول جلالته كان في الاستقبال معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وسمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي وعدد من كبار الضباط. وقد أشاد جلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله خلال الزيارة بالبرامج والخطط المستقبلية المعدة من القيادة العامة لقوة الدفاع لتزويد مختلف أسلحة ووحدات قوة الدفاع بأحدث المنظومات العسكرية لرفع قدراتهم وتأهيلهم بأفضل مستويات التدريب العملي والعلمي وأرقى علوم العصر العسكرية. كما أعرب جلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله عن تقديره واعتزازه بقوة دفاع البحرين ورجالها البواسل المخلصين الذين سيظلون دائما الحصن المنيع لحماية وطننا العزيز ومنجزاته ومسيرته الحضارية ووحدته الوطنية، مقدرا جلالته ما يقومون به من واجبات سامية بكل شجاعة وعزيمة وانضباط، مؤكدا أنهم دائما موضع الفخر والإشادة والتقدير من الجميع لما يتحلون به من حرص على أداء الواجب بروح وطنية صادقة. وأثنى صاحب الجلالة رعاه الله على التنسيق والتعاون العسكري المشترك بين الأشقاء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأهمية استمرار وتعزيز أواصر هذا التعاون الأخوي الوثيق وكذلك مع الدول الشقيقة والصديقة لما فيه خير وأمن دول المنطقة وجميع مواطنيها، متمنيا جلالة الملك المفدى لجميع رجال قوة دفاع البحرين البواسل دوام التوفيق والسداد في مختلف مواقع عملهم المشرفة.